احنا معانا على التليفون دكتور محمد خليل الخبير التعليمي والتربوي. دكتور مساء الخير، وشايف ازاي اهتمام الدولة في السنوات الأخيرة بالتعليم الفني واللي فعلا أسهمت في تحسن ترتيب مصر لدى مؤشر المعرفة العالمي؟ والله يا فندم، هو التعليم الفني بشكل عام مهم جدا لإعداد سوق العمل. احنا طبعا في ظل الفترة المتوترة دي الخاصة بثانوية عامة، اكتشفنا ان الوقت كتير جدا بيتوجهوا او لا امور كتير بتتوجه للتعليم الفني بديلا للتربيه والتعليم. والنقطه الاهم دلوقتي ان احنا لو اتكلمنا عن تعليم فني، ففي برامج حديثه تم استحداثها مؤخرا، حوالي 45 برنامج جديد دخل، منها في التعليم الزراعي، الصناعي، الفندقي. فاحنا لو بنتكلم على توجه الدوله لفتره صناعيه او منطقه السوق عالميه ومع العاصمه الاداريه والمنطقه الصناعيه في بني سويف، يبقى احنا محتاجين كوادر شابه مش مجرد شهادات جامعيه، لا يكون عندهم التعليم الفني دوت. وطبعا ده يتطلب تدخل رجال الاعمال طبعا. عشان كده الدوله الفتره الجايه ديت هتعمل نظام الشراكه والتدريب، يعني الطالب ان هو هيتدرب وفي نفس الوقت هيشترك في حياه سوق العمل، فيطلع في اخر سنه يبدا ممكن يشتغل على طول. حضرتك فاهماني؟ طب الدولة يعني كمان في إطار خطتها لتطوير التعليم الفني توسعت في إنشاء المدارس التكنولوجية والفنية المتقدمة، ده إزاي بيخدم العملية التعليمية وسوق العمل كمان يا دكتور محمد؟ يا فندم، ما هو الوقت حضرتك عارفة إن سوق العمل متشبع بالشهادات اللي هي ما يسمى بالكليات القمة والكليات العادية يعني. طبعا الكلام ده كله إحنا محتاجين من الإعلام يعمل تغيير شوية لطريقة التفكير عندنا، وأولياء الأمور يغيروا نظرتهم النمطية للتعليم الفني وللتعليم اللي هو التربية والتعليم العادي. مفيش حاجة اسمها كليات قمة، دلوقتي كتير جدا من الشباب بيتحركوا من كليات ما بيشتغلوش. بينما التعليم الفني دوت ممكن يشتغل، والغريب جدا إن حتى بلاد المهجر اللي هي دول أوروبا وأمريكا وكندا بقى بتطلب الكوادر دي. وحضرتك خلي بالك إن إحنا عندنا في الدول اللي هي العظمى الصناعيه زي المانيا، لو تعتبر يمكن رقم واحد في اوروبا، التعليم الاول عندها هو تعليم فني. سنغافوره النهضه بتاعتها جت من التعليم الفني. فحضرتك لو احنا بنفكر بالظبط في التعليم يكون منجز واسهل واكثر تحضيرا لسوق العمل، بنفكر في التعليم التكنولوجي، التعليم الفندقي، السياحه. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا منطقه سيناء او مطروح، في برامج دخلت جاي قريب دخلت التعليم عندنا، التعليم الفني عن الري الزراعي، الزراعه المطريه اللي هي مبنيه على المطر. ازاي انا بيبقى ممكن اعمل صناعات لاماكن محدده تفيد البلد كلها؟ وعشان كده هو في توسع في التعليم الفني، واعتقد يمكن ساعه الوزير قريب كان قال ان احنا يمكن بيتوجهوا او يعني يبقى في تارجت هدف ان نسبه الطلاب توصل ل 50 و55% نسبة الطلاب اللي موجودة في الثانوية العامة، يبقى تعليم فني. طب ده طبعا فكرة كويس، فكرة طبعا كويس. بالتأكيد استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني بتعتمد على عدة محاور، منها إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة. أهمية وجود هذه الهيئة فعلا لضمان جودة التعليم إيه؟ جودة التعليم يعني أول حاجة يطمنوا على تطوير المدرسين، وده تم بالفعل تطوير حوالي 3000 مدرس للتحضير للتعليم الفني. رقم اثنين، ضمان الجودة معناها ان بنضمن ان طالب في التعليم الفني عنده القدرة في الشغل سوق العمل وليه فرص عمل، وكمان قدر ان هو يدخل يتدرب في بعض المصانع او الزراعات او في الفندقة فاكتسب مهارة سوق العمل. فهي الفكرة كلها ان احنا بننتقل من فكر النظري للفكر العملي. ويا ريت من خلال حضرتك برضو اولياء الامور يبداوا يغيروا نظرتهم النمطية للتعليم الفني. فده عن طريق ان ضمان الجوده هتبين في الاخر للناس ان الشباب دول طلعوا اشتغلوا، غير اقرانهم ممكن يكونوا طلعوا ما لقوش عشان اعداد الخريجين كتيره. الفكر الجاي كله لازم تشوف تكون اكثر عمليه، سوق العمل عايز ايه. عشان كده هو كتير جدا مننا بيتخرجوا من الكليات العاديه يبداوا ياخدوا حرف. طب انت عندك التعليم الفني من الاول، حضرتك عارفه كويس جدا ان كندا اللي هي من اكتر دول الناس بتهاجم ليها، من اوائل الحاجات اللي هم طالبينها الحرفيين، الناس اللي معاهم حداده، الناس اللي معاهم مثلا في استراليا الزراعه. الدول كلها طالبه دلوقتي، ليه احنا ما ننهضش بالنهضه دي؟ خاصه ان احنا دلوقتي مصر بقت الدوله بتستقطب كتير جدا من المستثمرين الفتره اللي فاتت ديت كتير، وتيجي على كده مناطق كتير صناعيه، او في المنطقه الكوريه الصناعيه اللي موجوده في بني سويف
كل دي هتحتاج شباب مصري. فانت لو بتدرب احنا مش محتاجين بعد كده نجيب عماله من بره. العماله اللي عندنا موجوده ممكن تطلع تتدرب تدريب خفيف وترجع باساس قوي من تعليم فني. تأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد خليل الخبير التعليمي والتربوي.